على ما كسبت نفوسها، يعني ما عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إلا تكلم بها وعملها خلاص ودخل في سيئة. ولكن قالوا هنا هذا الحديث في الخطرات، تحديث النفس، ولذلك قال ما حدثت به أنفسها، يعني الأمور اللي حدثتك نفسك بها، قالت لك اعمل كذا، ما دام عرضت عليك نفسك قالت لك اعمل كذا، الآن ماكش مؤاخذ، ولكن تؤاخذ لو أنك كسبت قلبيا وحببت تلك المعصية وصرت ممن يحب أن يفعل تلك المعصية عازما عليها، انعقدت في قلبك حب تلك، يعني يشربها قلبك، يشربها وشربت القلوب هذه الأشياء. وهذه هذا قول جمهور العلماء. القول الثاني وهو قول ابن حامد وغيره من الشافعية الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، يعني إذا نوى فقط لا يؤاخذ. واستدلوا بالحديث الذي بين أيدينا، قالوا من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ولكن هذا قلنا نحن، قلنا هذا متى يكون؟ يكون إذا تركها لله، إذا هم بالسيئة ومن بعد تركها لله قال ما نعملها خلاص استغفر الله وتوب إليه ما نعملها، فهذا أو أنه عطل، عطلوه ناس معينين ما عملش السيئة فإذا به قال آه خلاص ما دام تعطلت ما نعملها، فهذا الإنسان عليه له حسنة لأنه ترك السيئة لم يعملها، له حسنة عند الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده قال في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم، حديث عظيم جدا. وهذا الحديث يتكلم على مرتبة الولاية، والولاية جاءت في القرآن بمعاني كثيرة، من بينها النصرة، ومن بينها المنزلة، والذي نتكلم عليها هنا التي نتكلم عليها هنا هي ما يتعلق بالمنزلة التي تقتضي في نفس الوقت أن الله ينصر وليه ويكون مع وليه. إذن من عاد لي وليا، من عاد لي، من يعني أي إنسان يعادي لي وليا، هنا إعلان من الله سبحانه وتعالى حربا على كل إنسان يعادي أولياء الله. من هم أولياء الله؟ هذه المشكلة، المشكلة من هم أولياء الله؟ هل أنا لو كان عندي أبي عنده زاوية، زاوية عريقة كما يقولون، عريقة، زاوية عريقة، ولما مات جيت أنا في مكانه ولي، وأكتب أبي في قبره وليا وأنا ولي، وشهد الناس لي بأني ولي، قالوا هذا ولي من أولياء الله، علاه؟ عنده زاوية، عنده زاوية، عنده شيخ طريقة، شيخ طريقة، يولي ولي من أولياء الله. الآن الأولياء اللي أعطانا تعريف الولاية هذا هو ربي سبحانه وتعالى، ربي هو أعطانا الأولياء. شكون هما الأولياء؟ الولاية أولا قبل كل شيء منزلة الولاية وراها. الولي عندنا أهل السنة والجماعة دون النبي ودون الرسول ودون الصديق، دون الصديق، فالولي أقل درجة من الصديق، والصديق أعلى درجة من الولي وهو دون الرسول والنبي. أعلى الناس الرسل، وأعلاهم الخمسة من أولي العزم من الرسل، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم،
وأعلى وأفضل هؤلاء الخمسة هم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وخير الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود. دون الخمسة هؤلاء بقية الرسل هم أفضل الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دون الخمسة بقية الرسل، من دون الرسل كلهم أنبياء الله سبحانه وتعالى. من دون الأنبياء الصديقون. من هو الصديق؟ الصديق هو الذي باطنه وظاهره سواء في الحسن، في الحسن يعني الداخل 100% برا 100%. شوفوا احنا وش نتكلم، احيانا نتكلم كلمات لما نوزن نفوسنا مع تلك الكلمات نجد الكلمات مثلا 80% الظاهر 80% الباطن تاعنا 5%، يعني الباطن الداخل 5%. لو كان تحط الباطن تاعك مع الظاهر تاعك لما تشوفوا يشوفوك الناس وانت ما شاء الله في جلستك في كلامك في تصرفاتك في اعمالك الظاهره في لباسك في نظافتك يشوفوك الناس، هذا واصل 70-80% مثلا. لما تجلس انت مع نفسك لانه لا احد يستطيع ان يطلع على قلبك وتقول كم يحمل قلبي من الغل على الناس، كم انا فيها من الحسد. إذا سمعت الناس واحد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة يتحرك قلبي حسدا، وكم أتمنى الشر للناس، أفرح عندما أسمع بفلان خسر في كذا أو فلان أصابه حادث، إذا أنا قلبي مريض. والظاهر ما شاء الله عند الناس هناك مرض. أعمالي السرية بيني وبين الله فقط، هذه تسمى من الباطن الأعمال السرية. كم لي من حظ في قيام الليل الذي لا تعلمه حتى زوجتي، وكم لي من حظ في صيام النهار الذي لا تعلمه حتى زوجتي، وكم لي من حظ في خلوة مع ربي بعيد عن أنظار الناس في المسجد بعيد عن أنظار الأولاد في البيت، أجلس مع الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وين هذا الحل؟ الحال تاعي أنا مقدار العمل تاعي سري بيني وبين الله، إلا هذا المقدار هو خلاصة خاتمتك أنت مع ربك. أثناء الموت، أثناء الموت تموت ميتة هي خلاصة ذلك الفعل السري فقط، ما كان من علاقة بينك وبين الله فقط، من دون أن يعلم فلان ولا يمدحك فلان ولا يذمك فلان. هذا المقدار السري في العمل السري والقلبي مقارنة مع عملك الظاهر تشوفه بعيد فتقول أنا لست صديقا. ولكن لو تشوف الإنسان أحيانا ما يعلمه عليه الناس أقل مما يخفيه من الخير، رجل فاضل صدقاته خفية، إحسانه خفي، أعماله الخيرية خفية، عبادته خفية، صيامه خفي، علاقته مع الله يذكر الله يبكي، عنده علاقة وطيدة مع رب العالمين، وظاهره حسن كذلك، ظاهره الناس كلها تقتدي به، هذا تطابق ظاهره مع باطنه في الخير والصلاح، فهذا ما يسميه نحن بالصديق. قال العلماء ما صدق ظاهره باطنه، هذا اسمه الصديق. صديق، فالصديق دون النبي، والولي دون هذا. الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون يوم القيامة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين هذه نسميها احنا وصل في القرآن، وصل وصل يعني طول صيغة أسلوب الوصل في القرآن يفيد ماذا؟ يفيد التعريف الوصف القائم بأولئك الذين جزاهم الله بأنهم لا خوف عليهم ولا يحزنون. يعني تعريف الولي الصالح ما يعطيه لك حتى واحد، لا شيخ زاوية ولا شيخ طريقة ولا عالم آخر ولا حتى واحد من الفلاسفة، يعطيه لك رب العالمين في القرآن في سورة يونس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. إذن هنا ولي الله الذين آمن بالله عز وجل حقيقة الإيمان وقلبه طاهر من كل شك، ما عنده شك في الله، عنده حسن ظن في الله،
إذا ذهبت إلى حسن ظنه في الله رأيته أحسن الناس ظنا في الله. أنت أحيانا يأتيك الشيطان يعدك فقرا، تفكر في 20 سنة مستقبلا ماذا سيكون رزقك، سوء ظن في الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة. بمجرد ما يرتفع الإيمان تقول رزقنا على ربنا سبحانه وتعالى، يحييني غدا هو يطعمني، مدام هو اللي يحييني يطعمني هو، أنا أعيش يومي أعيش ساعتي، أنا إنسان مؤمن، أنا أفكر كيف الآن لو يأتيني ملك الموت ماذا أفعل، هذا الهم العظيم، هذه إيمان مرتفع. إنسان يفكر قول غدوة كيفاش الآن يكبر الولاد وضيق الدار ونعمل كذا، ولعله بلك البترول ينقص والعملة تهبط وأنا عندي كذا، ولا نخرج في التقاعد يولي الأجرة قليلة ونولي وش نقدر ناكل، والولاد يكبروا وتكثر المصاريف وكذا، يعني مشكل بعد 10 سنوات مشكلة لازم نلقى لها حل الآن. الآن هنا غاب فضل الله وغاب حسن الظن بالله وغاب أن الله هو الرزاق، غاب كل شيء. الشيطان يعيدكم الفقر مباشرة، يجي عند إنسان موظف يخلص 4 ملايين ولا 5 ملايين وحاكم بوست ما شاء الله، ويقول له درك أنت الآن عندك 6 أولاد ولا 7 أولاد وكاري ب3 ملايين ويبقى لك 2 ملايين يتخلص بهم تريسيتي ولا الغاز ولا هذا، هذا الآن باش تعيش شهرك برك، فما ظنك أنت الآن وقتاش تدير الدار؟ الدار تسوى بمليار ولا 500 مليون ولا كم تسوى الدار هذه؟ انت ايش حال وقتاش تطمهم انت هذو؟ وقتاش تطمهم هذو؟ 100 سنة ما تطمهمش هذا الاموال هذه، كيفاش تدير الان؟ مشكلة كبيرة حطها لك الشيطان وراح مباشرة. اول انسان يجي امامك تحب نجوز لك الملف تحطهم، انا الله غالب لازم ندير، لازم ندير، وليداتي قاعدين هكذاك، فيولي الانسان عنده تفكير تمساح كما راهم احنا عندنا هنا هكذا رانا احنا. اي انسان تلقاه يمشي الى البغي، امرأة تبيع عرضها، انسان يبيع دينه من اجل الدنيا، انما هو لضعف في عقيدته وايمانه بالله. والرزق جايك جايك، هذيك الرشوة اللي اديتها كنت صبرت والله غير تديها بالحلال، لانه اقسم بالله ما يؤخر عنك الحرام حلالا وما يقدم عنك الحرام حلالا، مستحيل، ما يستطيع أبدا إنسان ينفعك بشيء ما كتبه الله لك والعكس. فإذا الإنسان يعيش حسن ظن بالله تام، إيمان بالله هذا. فالإيمان بالله أحيانا يا إخواني الكرام كلمة تمر علينا وللأسف الشديد والله ما نفهم معناها، وهي أساس الدخول إلى الجنة، للدخول الجنة. مؤمن تدخل ماشي مؤمن ما تدخلش، ما فيهاش حكاية ثالثة، ما كاش حكاية ثالثة. ولكن المصيبة تاعنا احنا الإيمان بالله، ما هو الإيمان بالله؟ كما سمعت بعض العلماء ينبه على هذا الأمر مهم جدا، هذا الإيمان بالله لا تؤمن بأن الله واحد فقط. نعم نقول نحن الإيمان بالله هو لا إله إلا الله، بمعنى لا نعبد إلا الله. اسمع جيدا هذه تنفعك، هذه أهم معلومة لابد أن تفهمها في حياتك، أهم معلومة. الأمر الثاني، أنا مؤمن بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنا أقول لك شيء، الذين يسرقون يزنون ويأكلون الربا في بلدنا، نتكلم غير على بلادنا باش الأمثلة تجينا سهلين، لأنه الواقع نتاعنا باش نعالجوه لازم نمثلوا به باش نفيقوا بلينا مراض. يعني الأخلاق السيئة المنبثقة من عندنا نحن الآن، أكرمكم الله اللي يرمي زبل أمام المسجد، الإنسان الذي يؤذي بيت الله سبحانه وتعالى بصوته، الإنسان الذي يسرق في الجامع يدخل المسجد يسرق، الإنسان المرأة الفاجرة برا في الشارع عندنا احنا في الجزائر أمة الإسلام يقولوا لا إله إلا الله، ما يقولونش لا إله إلا الله، لو تسألهم والله لا يؤمنون بأن الله واحد ولا شريك معه. نتكلم عن الموحدين الآن، جل الناس اللي يشرب الخمر موحد كذا. إذن كاين واحد الحاجة غايبة، لذلك الإنسان لما يسرق مؤمن بأنه لا إله إلا الله، كاين حاجة غابت في الإيمان بالله، مفهوم الإيمان بالله راه ناقص عندنا. كذلك نؤمن بوجود الله، نعم وجود الله، وأحيانا وأنت تسرق وأنت تفعل أي معصية
لو يسألك واحد يقول لك الله موجود، موجود ولكنه غفور رحيم. إذن وجود الله ما أثر فيك. إذن الإيمان بالله ما زال نقص. كاين واحد الحاجة في الإيمان بالله لابد أن نستحضرها، وهي أن الله عز وجل إله في السماء وإله في الأرض. مفهوم؟ هذه مهمة جدا، أن الله هو في السماء إله وفي الأرض إله، هكذا قال الله، في السماء إله وفي الأرض إله. يعني ربي سبحانه وتعالى الآن أنا وأنا أفعل أي شيء إنما أتحرك بإذن من؟ الله سبحانه وتعالى، فهو له ملكوت السماوات والأرض. ولذلك أشوف كل الآيات بتاع القرآن الكريم تركز على أن الله عز وجل ليس إلها في السماء فقط. كاين بعض الناس من جراء ما طغوا في الأرض في البلاد يعملوا المعاصي كي تجي تنصحوا، ولك ربي خليه في السماء، ربي خليه في السماء، هذاك ربي وفي السماء. وكاين يقول لك ربي في السماء وفلان في الأرض، شرك بالله مباشرة، يقول لك ربي في السماء وفلان وفي الأرض. وهذا النوع من الناس الآن مع مرور الزمن احنا غاب علينا بأن ربي سبحانه وتعالى له ملك الأرض كذلك، مش السماء فقط. لأن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وأمره وتدبيره وتصريفه للأمور كلها. لا تتحرك ذرة في الكون إلا به سبحانه وتعالى، ولا تسكن ذرة في الكون إلا به سبحانه وتعالى. الحركة والسكون اللي موجودة عندنا احنا الآن في الأرض هي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا يولد فيك ماذا؟ مع أن الله عليم بكل شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله عز وجل يعلم ما في أنفسنا، ما في أنفسنا. يعني الآن حراسة مشددة، رقابة ربانية، لا تستطيع أن تتحرك إلا بالله، شيء مراقب محاط بك من كل مكان، يولد فيك ماذا؟ ما نسميه نحن بالمراقبة الربانية، مرتبة المراقبة. هنا ينتقل الإنسان الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، شوف آمنوا هنا من الإيمان، هذا كي تؤمن بأن هو إله في الأرض وإله في السماء، وبأنك أنت إذا خلوت الله معك، إذا تكلمت الله معك، إذا فكرت في قلبك الله معك، عليم بكل أحوالك. هنا مباشرة أنت يتولد فيك حياء من الله، تريد تستحي من الله. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، إنك تعلم. قال الله عز وجل ألم يعلم أن الله يرى، مباشرة غير يديك موش الإنسان في نفسه بأن الله يرى يستحي، غير يغيب عليه بأن الله لا يرى مباشرة يفعل ما شاء. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن. الآن هو كي كان يسرق كان مؤمن بأنه لا إله إلا الله، ولكن كانت غايبة عليه حاجة واحدة، وهي أن الله إله في الأرض وإله في السماء. شوف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعطانا قمة المثل في هذا، لما تخلف في غزوة تبوك في قصته المشهورة، هم الثلاثة الذين تخلفوا. كعب بن مالك كان عامل طابور مع الناس، الله شان مع الناس، كي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك وجاء غاضبا عليه الصلاة والسلام، لأنه كثير من الناس استطاعوا أن يذهبوا معه إلى الغزوة ولم يذهبوا، القاعدين اللي سماهم ربي القاعدين. هؤلاء القاعدون منهم منافقون، جلهم أكثر من 70 منافق عاملين لشان قبل ساعة قبل كعب، قبله يعتذرون، قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم، جايين يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله منافقين يكذبون، يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، روح رقم سامح الآن. فكان يكيلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، معي أنا مش مشكل، بس الآن بينك وبين الله روح. يجي آخر، يا رسول الله عندي زوجتي مريضة وأنا كنت مريض وأنا كذا وأنا كذا، أعذار 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 منافقين، كل واحد كيفاش يكذب كذبة. النبي عليه الصلاة والسلام روح يقول له روح أوكيلك إلى الله، بينك وبين الله. كعب بن مالك ماذا قال؟ قال وإني كنت، قال ففكرت فقلت أقول له شيئا، قال وإني قد أوتيت جدلا، يعني أنا نعرف نهضر، نعرف نهضر كما احنا بين قوسين يقولوا بلعطي، إنسان بلعطي يعرف يهضر. قال أنا أوتيت جدلا، نعرف نتكلم، يعني قادر نقنع الرسول عليه الصلاة والسلام بالراحة.
وش قال؟ كلمة جميلة جدا، قال: ولكني خشيت إن أرضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أسخط بذلك الله بكذبي. يعني المعاملة مش مع بشر، معاملة مع رب البشر سبحانه وتعالى. فهذا يعتقد أن الله في الأرض إله سبحانه وتعالى. هذه هو حقيقة الإيمان الذي تولد التقوى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. فإذا الآن يعطينا القرآن الكريم تفصيل حول ولي الله من هو. إذا هذا المؤمن هو ولي الله سبحانه وتعالى. المؤمن يولد هذا الإيمان تقوى، ومن تمام التقوى الذي يأتي هو الأعمال. تقوى ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى على رجاء وطمع في الله سبحانه وتعالى. تصلي، تصوم، تقوم بالأعمال الصالحة، تقي وتترك المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى. تترك النذر الحرام، تترك الكلمة الحرام، تترك البطش الحرام، كله من أجل أنك خائف من الله. فخوفك من الله ورجاؤك وطمعك في الله عز وجل يولدان فيك ماذا؟ يولدان فيك التقوى، تخاف الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هذا الذي هي جميع الأعمال التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تولدت من الإيمان. آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. ولكن هذه المرتبة الإيمان والتقوى تصل بالعبد إلى مرتبة الولاية. فإذا كان وليا لله، الله عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن كسبت أمرين اثنين: معية الله ونصرة الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من الذين نتخذهم أولياء؟ قال: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء الناس. ومن يتولى الله، قال الله عز وجل فيهم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شوف الآن، هذا الآن النصرة موجودة. وين موجودة؟ أنك تتولى الله ورسوله، أي تطلب ولايتهم، ولايتهم، وتطلب نصرة الله، تطلب معية الله. طلب معية الله عز وجل لا تأتي بالهتافات والشعارات الزائفة، الشعارات التي فيها حماسات زائدة. لا تأتي نصرة الشعوب بالموت لأمريكا ونحن نلبس الألبسة التي تغضب رب العالمين. الآن أراهم أنا هذه الأيام في مسيرات في غزة وكذلك في فلسطين، النساء متبرجات، تبرج فاحش. أحيانا حتى ترى مسيرة، تشوف مسيرة في فلسطين ما تدري هؤلاء يهود أم مسلمون، حتى يقول لك هذو الفلسطينيون. نفس اللباس، نفس اللباس، نساء عاريات كاسيات لا تمت للإسلام بلباس. والرجال كذلك سلاسل الذهب وغير ذلك، وهم يطالبون بنصرة الله سبحانه وتعالى. من أين تأتينا؟ إن تنصروا الله ينصركم. من أين؟ وقال: ومن نصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. من عند الله عز وجل نطلبها من الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هناك طريق
يوصل إلى نصر الله عز وجل. طريق واحد، ما كاين زوج، ما نقدروا نجيبوا واحد آخر. احنا لما نتخلوا عن الله عز وجل، الله يتخلى عنا ويخلينا في الكون هذا القوة والغلبة للأكبر للأعظم والأقوى. اللي عنده الترسانة العسكرية هو يغلب، مسلم ولا كافر خلاص. تولي تتدخل السنن الكونية، مش السنن الربانية، مش السنن الشرعية. السنة الشرعية تولي ولي من أولياء الله، أن الأمة الإسلامية تمشي في طريق الولاية. يولي وش يولي؟ يولي المحاربة هنا، ويولي يحاربوا في الله الكفار، يولي يحاربوا في الله. احنا خاطينا، دخلنا ولينا في ولاية الله عز وجل، ولينا محروسين. فربي عز وجل بعدها غير يستعملنا فقط في القتال، أما القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. فالآن هذا فقه التمكين نسميه هنا، فقه التمكين. إذن ربي سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ارتاح. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا نستفيد منه أمرين اثنين. الأمر الأول هو التحفيز على أن نكون من أولياء الله، حتى يكون دائما الله ناصرنا سبحانه وتعالى، الله ناصرنا. وحتى ولو كنت وحدك، أنت وحدك وعليك أعداء كثر، ربما أعداء أحيانا يكونون من بني عمومتك، أعداءك أحيانا يكونون من جيرانك، أحيانا عدوك يكون من نفس المسجد الذي تصلي فيه. فحتى ربي سبحانه وتعالى يصرف عنك عدوك وأنت لما تشتغل به، الله عز وجل يشغله بنفسه. كاين الناس يظلم يلحق عند بعض الناس يمسه يتحرق. لماذا؟ لأن ذاك الإنسان له علاقة بينه وبين الله، عنده علاقة بينه وبين الله. فإذا وصلت عنده وعاديته فإن الله عز وجل سيعاديك، وإذا عادك الله تغلب الله أنت؟ ما تغلب الله، خاسر. هناك بعض الأعمال الله سبحانه وتعالى جعل فاعليها أعداء له يحاربهم سبحانه وتعالى. آكل الربا والمحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الحرابة، قطاع الطرق وغيرهم المكونين لعصابات الأشرار، وكذلك الذي يعادي أولياء الله. أهل الربا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذين يأكلون الربا. أهل الحرابة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلى آخر الآية سورة المائدة. كذلك هنا قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب يعني خلاص الحرب بيني وبينه. من آذنه الله بالحرب خاسر، خاسر والعياذ بالله. فإذا هذه شيء بشرى للمؤمن إذا كان من أولياء الله عز وجل، أنه لا يخاف وأنه يطمئن ويرتاح في هذه الحياة. ما يقول لنفسه أنني أنا علي ضيق، علي كذا. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حورب، كم عودي، كم فعل فيه عليه الصلاة والسلام، كم مكروا عليه، كم غدروا به، وما أحد استطاع أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كان كافيه. قال فإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو كافيك يكفيك. فالإنسان إذا كان الله عز وجل، إذا كان قريبا من الله عز وجل، كان وليا من أولياء الله، مؤمنا متقيا، مؤمنا متقيا. ليست الولاية الزائفة، يأتي إنسان فاجر يصلي مرة ويترك مرة، مبتدع يذكر الله بالبدعة، يصلي بالبدعة، يحتفل بالبدع، ثم يقول أنا ولي من أولياء الله عز وجل، ثم يدفن ويجعل له قبر يزار في كل مرة، وقد ترك هو تلك البدعة، تلك الزيارة كان يشجع عليها. هذا إنسان ما نستطيع أن نسميه وليا من أولياء الله عز وجل. في نفس الوقت لا نستطيع أن نحكم على كل من يدعي الناس أنه ولي، نقول عليه أنه ليس بولي، لأننا لا نعرفهم. لما نأتي إلى مكان ونجد الناس يعبدون قبرا معينا، أو يطوفون على قبر، أو يذبحون إلى قبر، ويقولون، نقول لهم من هذا؟ يقولون هذا ولي من أولياء الله. نحن لا نعرفه، لا نستطيع أن نقول هذا ليس ولي، ولا نستطيع أن نقول أنه ولي، لأن أنا الآن لو نقول عليك أنت ولي، ما معناه؟ معناتها راني نحكم على الباطن تاعك. الولي لابد أن يكون باطنه طيبا. والله عز وجل قال لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. وش معناتها؟ معناتها ما نزكيش أنا نفسي بنفسي، ما نقولش أنا مؤمن،
نقول أنا مسلم، أنا مسلم. أما مؤمن فهذا القلب ما تقدر تحكم عليها، وما نقدرش نزكيك أنت تاني، ما نقدرش نقول هذا إنسان تقي، إنسان مخلص. شوف تقي مخلص، هذه أعمال قلب يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن المنافقين من كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الدرك الأسفل من النار لفساد قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نهينا أن نطلع على قلوب الناس. القلوب ما نقدر الإنسان يحكم عليها، ما تقدرش حتى الأب بتاعك ولا ابنك تقول عليه هذا إنسان متقي يخاف الله. تقول نحسبه، نحسبه هذا الإنسان، نحسبه وليا من أولياء الله، نحسبه وش يعني، وش رو يبان لنا لينا احنا. أما بينه وبين الله أمر آخر، الله حسيبه سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحدا. تقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. فلان نشهد له بالصلاة، نشهد له بالخير، نشهد له بالطيبة، نشعر به أنه إنسان مخلص، نشعر به. يعني الآن تنسب الأمر ليك، الآن حقيقة الأمر علمها عند ربي سبحانه وتعالى، علمها عند الله. ولذلك القبول عند ربي عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون هم الذين قلوبهم مملوءة بالتقوى. أنت ما تعرفهم، أنا ما نعرفهم، واحد فينا ما يعرفهم. إذن هل يجوز لنا أن نقول فلان ولي من أولياء الله؟ لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يدعي الولاية أو لأحد أن ينسب الولاية لأحد، لا يجوز. لقد فصل في هذا الإمام المبارك الميلي رحمه الله كما مر معنا في رسالة الشرك ومظاهره، ذكر مثل مسألة الولاية وبين أن هذه الولاية عندها علاقة بالقلب. ما يستطيع أحد أن يقول هذا اللي يمتفون هنا ولي من أولياء الله، ما نقدر نحكم عليها ولم ننفيه عليها، ما نقدر ننفيه، نقول لك أنت مشي ولي، الله أعلم، لعلك عندك علاقة بينك وبين الله ربي سبحانه وتعالى ورفعك مقام عالي ما شاء الله. نشوف إنسان عابد زاهد له علم له تقوى له ورع، يظهر لنا أن الظاهر تاعه مثل الباطن، ويسألون عليه وش يقولوا؟ يقولوا والله فلان نحسبه من أولياء الله، نحسبه ولكن لا ندري. لذلك لا نستطيع أن يأتي يوم من الأيام ونجزم نقول فلان والله ولي من أولياء الله عز وجل، ولما يموت يمد الولاية لولاده. جنون هذا، هذا جنون، هذا العقل ما يقبلها أصلا الولاية. كل إنسان، حتى فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام إنما قال لها: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. العمل كل واحد العمل تاعه، ما كاينش واحد يغني عن واحد. إذن هذه الولاية، هذا يسبب لنا ماذا؟ عمل وهمة حتى نلحق إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني أننا نستبشر خيرا، أن الإنسان إذا كان تقيا، أنت يؤذوك الناس إلزم تقوى الله ولا تخف، الله سيدافع عنك، تكون تقيا. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه الجملة: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أننا نخاف، والله يا إخواني نخاف، لازم تخاف أنك في يوم من الأيام تنصب العدو العداوة لإنسان معين، وقد يكون وليا من أولياء الله. خاصة الناس الذين يصلون، الناس الذين يركعون، الناس الذين فيهم التزام فيهم طاعة، أنت تتكلم فيه وتعاديه وتذكر عورته، لعله بينه وبين الله كاين صلة عجيبة جدا. هذا الإنسان تكون أنت مستور لباس عليك مرتاح، وتنصب العداء لإنسان لعله من أولياء الله عز وجل، تتغير حياتك كلها. لماذا؟ لأنك كنت في سلم ودخلت في حرب مع الله، مش مع فلان، مع الله. لماذا؟ لأن الله قال لك: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأنك أنت آذنت الله بالحرب. الآن حياتك كامل عايش يحارب فيك ربي سبحانه وتعالى، لأنك آذيت عبده الذي يحبه الله. والله لا يحب الله عز وجل أن يؤذى عبده الصالح، لا يحب أن يؤذى عبده الصالح. ولهذا الله ما يحبش على عباده، ما تدناش العباد الله، ما تدناش الأولياء الله عز وجل، ما تدناش الإنسان فيه تدين، لا تعاديه. فلذلك هذا إنسان يريحك أن أعداء الله تتكالب علينا. هذا لا يعني أننا نكتف أيدينا ولا نتخذ إجراءات، لا نربي الناس، لا نشر الدعوة، ولا نأمر بالمعروف، لا ننهى عن المنكر، لا ننصح، لا نعلم، لا. وإنما تكون عندنا راحة قلبية واطمئنان بأن رب العزة سبحانه وتعالى يدافع عنا،
يدافع عن هذا الدين وعلى كل من التزم بهذا الدين. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. الآن راح يقول لنا طريق الولاية هذا باش تولي ولي، هذا هو الطريق أنك تتقرب إلي. احنا الآن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الدرجة الأولى مسلم، قال لا إله إلا الله، بدي يصلي مسلم، مازال الإيمان راه القلب مازال مغبش الداخل، مازال معلق بالمعاصي وبفلانة وبكذا، مازال يحب الغناء، مازال يحب الدخان، مازال يحب كذا. مسلم هذا نسميه مسلم، قال لا إله إلا الله مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مازال ما يحقوكمش معلومات على الدين باش تتكون فيك واحد المعلومات في قلبك الداخل تلحقك لدرجة الإيمان، مؤمن مسلم مؤمن محسن، وتبدأ تتقرب إلى الله حتى تلحق الواحد الدرجة سموها ولي من أولياء الله عز وجل. كيف تقرب؟ ابدأ تتقرب. إذن السؤال المطروح، كيف أتقرب إلى الله؟ لذلك شوف مباشرة أعطاه افتح لنا باب الولاية، ما قالك لازم تكون وليد شيخ زاوية ولا تكون عندك زاوية ولا عندك كذا ولا عندك كذا، لا، وإنما قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولا العمل الذي افترضته عليك، الفرائض، الصلوات الخمس، الزكوات، الحج، ماذا فرضت عليك؟ الواجبات تعملها، هذه أول ما تتقرب به، ثم النوافل، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله المرة القادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.